ما عادش نحكي انا توا على هاك هاك السب والشتم والثلب والصور وما نعرفش شنو. اما ان يصل الامر الى التهديد بالقتل وبالسحل وبالشنق وبالاعدام وصوره والنار تشتعل فيها في وقت ان وراس الامين العام كي غيره من الرؤوس مطلوبه للتصفيه تجي عباد اخرى تبث السموم هذه، وعلى الدوله انت تتحمل مسؤوليتها. ونقول لكم انا ساكتين في الامر هذا ومش نقدم قضيه في الامر هذا، لان الدوله بامكانياتها نجم تتعرف على من وضع تلك الصوره.